اللجنة التحقيقية الخاصة المشكلة بقرار مجلس الوزراء للأمن الوطني والخاصة باستهداف منزل السيد رئيس الوزراء تعرض عليكم اليوم التقرير الأولي لنتائج أعمالها، وأيضا ستكون لدينا تقارير لاحقة. تشكلت اللجنة برئاسة مستشار الأمن القومي وعضوية عضو مراقب معالي وزير الخارجية وعضو ضيف القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء، والأعضاء الأصلاء السيد رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ومعالي رئيس جهاز الأمن الوطني والوكيل لجهاز المخابرات ووكيل استخبارات الداخلية ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب واستخبارات وزارة الدفاع وأمن واستخبارات وزارة الدفاع. واللجنة استضافت عدد من الشخصيات المهمة ذات الاختصاص لمقتضيات التحقيق. عقدت اللجنة الاجتماع الأول في اليوم التالي للانفجار الذي حصل في المنطقة الخضراء باستهداف مقر إقامة ومنزل السيد رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، وثبت لدى اللجنة أن الهجوم كان بطائرتين مسيرتين قامت بإلقاء مقذوفين، أحدهما على سطح الدار والثاني في باحة الدار. أحد المقذوفين انفجر والثاني لم ينفجر. وحصلت اللجنة من خلال التحقيقات المستمرة على إحداثيات نقطة انطلاق الطائرة المسيرة التي قصفت منزل السيد رئيس الوزراء. أرسلت اللجنة فريق مكافحة المتفجرات وأيضا الأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم أخذ المبارز الجرمية وهي أدلة من مكان الحادث وتحولت إلى مبارز جرمية وكما معروضة أمامكم، وأيضا تم رفع بعض الطبعات من مكان الحادث. اللواء صلاح شبلي حضر أمام اللجنة وقال: أنا طلبت أن أصعد إلى سطح الدار في اليوم التالي للكشف عن وجود أدلة أو آثار قد تكون مبارز جرمية تفيد التحقيق، وذهب إلى سطح الدار مع فريق من الضباط من المكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية، وأخبرنا أنه عثر على مقذوف ثاني لم ينفجر. نحن تحدثنا عن مقذوفين، مقذوف انفجر في باحة الدار وفي مكان مهم وحساس، هذا يدل على هنالك استهداف مباشر لحياة رئيس الوزراء. ومع الأسف الشديد فريق المتفجرات لم يقم بأداء واجبه بالشكل الصحيح، حيث تمت استضافة اللواء صباح شبلي وتم السؤال من قبل اللجنة ومني أنا شخصيا: هل قمتم برفع البصمات وطبعات من المقذوف؟ قال: نعم. وفي اليوم التالي حضر اللواء صباح الشبلي مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية والعميد أكرم من الأدلة الجنائية، وأخبر اللجنة أنه قام بتفجير المقذوف ولم يتم رفع البصمات. وبعد نقاش قررت اللجنة العليا التحقيقية الخاصة
سجن المفرزتين وتحويلهم إلى وزارة الداخلية للتحقيق لمعرفة أسباب عدم القيام بالواجب الطبيعي. شيء طبيعي أن تقوم الأدلة الجنائية برفع البصمات من أي مكان في مسرح الجريمة للوصول للحقيقة، لكشف الحقيقة. لماذا التحقيق؟ التحقيق هو لكشف الحقائق. أما أن تقوم الجهات المختصة بتدمير المبرز الجرمي من دون أن تقوم بواجبها برفع الطبعات، هذا يؤشر وجود خلل. لا نريد أن نتهم أحد، ولكن نترك مجال للتحقيق لمعرفة أسباب عدم القيام برفع الطبعات وتفجيره وعدم تفكيكه وعدم الاحتفاظ بالأجزاء المهمة. فلم يكن ذلك أي تدخل من خارج اللجنة، وإنما اللجنة هي التي قررت في هذا الموضوع. الأدلة الجنائية قامت بواجبها برفع الأدلة من مكان التفجير، وتم العمل عليها وتحولت إلى مبارز جرمية. وسنعرض عليكم أيها المشاهدين الكرام صورة لطائرة مسيرة وهي تقوم بإلقاء المقذوف. بعيداً عن التأويلات، بعيداً عن التحليلات، اللجنة مستمرة في عملها، واللجنة تطلب من الجميع وكل من يملك دليلاً يساعد اللجنة لوصول الحقيقة أن يقدم ذلك من دون أن تكون هنالك قضية للقناعات الشخصية أو التحليلات أو السجالات. ونؤكد للجميع أن اللجنة بعيدة جداً عن أي سجال سياسي، ولن تخضع لأي ضغوطات، وإنما تقوم بواجبها الوطني. رئيس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو جزء من الشعب. ممكن أي شخصية أخرى يتعرض لما تعرض له السيد رئيس الوزراء. اللجنة التحقيقية لحد هذه اللحظة لم تتهم أحد، لا شخص ولا جهة، وإنما تبحث عن الحقيقة. وفي هكذا أعمال إرهابية تحتاج القضية إلى مزيد من الوقت. كثير من القضايا حدثت في العالم أخذت مدى من السنوات، ولهذا يكون التحقيق بعيداً عن أي تدخل. بل اسمحوا لي أن أتلو عليكم ما أبلغني به رئيس الوزراء وأبلغ اللجنة. أوصيكم بالحيادية، المعتدى عليه يوصي اللجنة. أوصيكم بالحيادية والمهنية في أداء مهمتكم، ولتكن مصلحة البلد نصب عينكم. لا وجود لمصلحة شخصية، وإنما مصلحة البلد العليا. ولهذا اللجنة تطلب من الجميع تقديم المساعدة. ونؤكد أن اللجنة التحقيقية العليا لحد هذه اللحظة لم تستعن بأي طرف أجنبي لوصول للحقيقة، ولكن قرار اللجنة العليا إذا كانت هنالك الحاجة لكشف الحقيقة ولسلامة البلد أمنيا واجتماعيا أن تستعين بأي طرف لدول صديقة أو شقيقة. وهذا القرار يعود إلى اللجنة التحقيقية الخاصة بهذا الحادث، لأننا نريد أن نستفيد من كل الإمكانات. نعم لدينا متابعات فنية وتقنية، ولدينا خيوط كثيرة مهمة توصلنا للحقيقة، لكن لا نريد أن نسبق الزمن ونعطي الوقت والمساحة الكافية للتحقيقات، لأن التأني والدقة مطلوبة في هكذا قضايا مهمة وحساسة. وفي إحدى الاجتماعات طرحنا على السيد رئيس الوزراء بعض القناعات في التحقيق. قال
أوصيكم بالابتعاد عن قناعاتكم الشخصية، وليكن الدليل الدامغ هدفكم. نحن أمام قضية مهمة وحساسة السيدات والسادة الأعزاء. الدولة العراقية لديها تحديات كبيرة، ومنذ سنوات لدينا تحدي أمني، والأمن لا يتجزأ، يشمل الجميع، أمني كمواطن وكشخصيات اجتماعية وشخصيات سياسية وإدارة الدولة. فالأمن واحد، يجب أن نتعاون جميعا لكشف من يتلاعب بالأمن، وتوفير الأمن لابني وابنك ولكل أبنائنا وأبناء الشعب العراقي، وهو واجب من واجبات الدولة. فساعد الدولة على تحقيق المتطلب الأساسي لنا جميعا، وهو بكشف الحقائق. لا نريد أن نستبق ونستعجل، ولكن نحن على أقل تقدير نقول مطمئنين على مسار التحقيق. إذا يسأل سائل لماذا الآن في المشاهد طائرة واحدة وليس لطائرتين، هذا عمل رادارات، ودائما الطائرات المسيرة تكون تجميع وليس من الطائرات التي تعمل إلكترونيا، بحيث الرادارات المصممة والدقة العالية تقوم بكشف هكذا طائرات إلا بوفق مستويات. يكون عندما يكون المستوى منخفض يكون معدومة الرؤية للرادار، وهذا لا يعني أننا لا نملك الدليل، بل لدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة اطلعنا عليها لمكان انطلاق الطائرتين واجتماعهم في العودة للمكان الآخر، ولدينا كثير من الحديث حول هذه القضية ستكون إن شاء الله في اللقاءات والمؤتمرات القادمة. الطائرة من التجميع والصناعات المحلية، والمقذوف أيضا من الصناعة المحلية، وهو في الغلاف البلاستيكي حتى يكون خفيف على وزن الطائرة، ومكونات المقذوف من خلال ما أفادتنا به الأدلة الجنائية لمكان المقذوف الذي انفجر، وهو من النوع الذي ينفجر جانبي ليس للأعلى أو للأسفل، ولهذا قد البعض يقول يحلل، لكن ليس اختصاص، وإنما الجواب عندما يكون أهل الاختصاص هم الذين يقومون بإعطاء التحليل الدقيق. والمادة المنفجرة هي من مكونات السيفور، وإن شاء الله في المؤتمرات القادمة، وقد يحضر جميع أعضاء اللجنة، واليوم أخواني أعضاء اللجنة خولوني أن أذيع وأوضح لهذه الحقيقة لأبناء الشعب العراقي بالقدر اللي متاح لنا جميعا. تم أخذ إفادة الخط الأول لحماية السيد رئيس الوزراء وللفريق الثابت والمتحرك، وأنا شخصيا قلت لرئيس الوزراء نحتاج تدوين إفادة السيادة، قال أنا حاضر في أي وقت. وثبت للجنة أن للمنزل الذي يستقر به رئيس الوزراء به 4 مخارج غير معروفة للزائرين، وأن فريق الإخلاق الخاص به، وهذا شيء معروف لدى كل رؤساء الدول والسياسيين والمجالس ونواب الرئيس، هنالك خطة أمنية خاصة به للإخلاق. تم إخلاء رئيس الوزراء من المكان بعد التفجير إلى ونقله إلى مكان آمن آخر. والحقيقة التي لا يمكن أن تقبل التأويل والمناقشة أو الجدال أن البيت تعرض إلى هجوم إرهابي هدفه واضح، المكان الذي استهدف في باحة الدار، والمقذوف الذي وجد على سطح الدار. وأنا شخصيا استفسرت من الأدلة الجنائية ما هو سبب عدم انفلاق المقذوف
الثاني لدينا من الخبراء الذين يشهد لهم بالمهنية والعلمية. المقذوف سقط ليس بالاتجاه هكذا وإنما على القاعدة، وبالتالي جزء القاعدة الموجود الذي وجد موجود حاليا هنا وتعرض إلى أضرار ولم ينفجر. هذا المكان ما بين المقذوف الأول والثاني 5 أمتار، وهي المكانات في هذا المكان الذي يترجل منه ويدخل للدار، والمكان الثاني الذي يجلس به وفيه رئيس الوزراء. هذا ثابت لدى اللجنة التحقيقية، واللجنة مستمرة وتستفيد من كل الخبرات، وكل الأجهزة الأمنية تعمل لكل وبأعلى المستويات للوصول إلى الحقيقة. وكثير من اللجان التحقيقية المشكلة في كثير من القضايا استكملت إجراءاتها كما هذه اللجنة تعمل، ولكن لسنا في عجالة بطرح الأوضاع أو نتائج التحقيق، لأننا بحاجة حقيقية إلى وقت، ونطلب من جميع الأخوة في كتل وأحزاب وتيارات مساعدة اللجنة بما لديهم من معلومات، وأن تكون اللجنة تعمل في أجواء هادئة وبمهنية وبقضايا علمية وفنية، ولا نريد أن يكون أثر للوضع السياسي على هذه اللجنة. هذه الطائرة التي تحمل المقذوف باتجاه منزل السيد رئيس الوزراء، وهذا التوقيت العالمي ساعة 23:20، يعني ساعة 11:20 دقيقة، التوقيت العالمي يقابلها ساعة 22 دقيقة، وهذا المقذوف الذي سقط ويكون في الدقيقة 20. الطائرة واضحة، وأعتقد واضحة لجميع المشاهدين الكرام. والطائرة الثانية تعرضت إلى تشويش، ابتعدت عن المكان الذي يمكن أن يكون ضمن إطار التصوير، ولكن نملك من الأدلة والإثباتات، وتم تحديد مناطق انطلاقها والإحداثيات الدقيقة، والعمل جاري على كشف بقية خيوط هذا الاستهداف. هنا التصوير من داخل مدينة بغداد، وهنا مشاهد للكاميرات الموجودة في هذا منزل السيد رئيس الوزراء، هذا التفجير، والقوات الأمنية الخاصة بحماية هذا المكان تنتشر كما تلاحظون، وفي اتجاهات يقومون بإطلاق النار على الطائرات الموجودة في السماء. هذه الكاميرات المحلية، وهذه الكاميرات في هذا، وهذا مكان هذه الطائرة التي قامت بالاستهداف. هذا المنزل، سطح المنزل، هذا المقذوف الذي لم ينفجر، وهذا مكان المقذوف الثاني الذي انفجر، وهذه العجلة الخاصة بالسيد رئيس الوزراء. قلنا أن هذا المقذوف وبالتركيبة المحلية هو من الذي ينفجر جانبا، شدة الانفجار إلى الجوانب، ولهذا تجد الآثار في الجوانب وليس في سقف المنزل. هذه من المبارز
من مخلفات المقذوف، ولدقة التحقيق طلبنا من السيد رئيس الوزراء أسماء الزائرين لسيادته لعشرة أيام التي سبقت الحادث، وسودنا المكتب بقائمة الأسماء. هذا المقذوف اللي على سطح الدار والذي لم ينفجر، قاعدة هذا المقذوف موجودة ضمن المبارز الجرمية، هذا بالضبط. هذا هذا اللوحة لمكافحة المتفجرات واللون البرتقالي إلى الأدلة الجنائية. لا نبخس أحد عندما يقوم بواجبه، قاموا بالواجب كما هو في مكان الانفجار، ولكن كان التقصير واضحا في المقذوف الثاني الذي اكتشفه اللواء صباح الشبلي، والذي أبلغ اللجنة أنه هو طلب الصعود إلى سطح الدار، وتبين عندما وصل إلى المكان أنه وجد مقذوف ثاني لم ينفجر. يعني هو الذي أبلغ اللجنة أنه هو طلب الصعود، وعندما وصل إلى المكان وجد هنالك مقذوف ثاني لم ينفجر. لكي تكون اللجنة على مستوى من الشفافية مع أبناء الشعب العراقي، نعرض لكم تصوير لتبين أسباب قيام اللجنة بحجز واعتقال وإخضاع للتحقيق مدير عام مكافحة المتفجرات وفريق الأدلة. وكما تشاهدون وأنتم أيها المشاهدين الأعزاء، القرار لكم. عندما يكون مقذوف كما قالوا نخشى أن ينفجر، ونخشى عندما إذا أردنا أن نرفع البصمات ينفجر، كيف يتم نقل هذا المقذوف وتداوله بين الأيادي؟ وجود الوقوف بهذه الطريقة دليلا لا وجود لخشية واضحة، غير واضحة. يعني الكل يعلم عندما يكون ذلك عبوة أو مقذوف، على الأقل تقدير يقوم ينبطح كإجراءات الحماية والسلامة، لكن يتم نقله بهذه الطريقة ووضعه، وسيقوم أحد الضباط برفع المقذوف لوحده. هذا خلل وتقصير، واللجنة العليا تريد الإجابة عن سبب القيام بتفجير هذا المقذوف قبل أن يتم رفع البصمات والإجراءات الأخرى. هنا تم نقل المقذوف إلى نهر دجلة كما أبلغنا اللواء صباح من خلال الفريق التابع إلى مكافحة المتفجرات والقيام بتفجيره في نهر دجلة. هذه مشاهد لتفجير المقذوف الذي وجد في سطح منزل السيد رئيس الوزراء. إخواني الأعزاء، من الطبيعي جدا في هكذا أعمال وحوادث تحصل في أي بلد يكون هنالك تضارب في إذاعة الخبر الأولي. في كثير من الدول تعطى أخبار أولية ونتائج أولية، ويتبين بعدها هنالك تصحيح لهذه للعجالة، وأكيد
وشيء طبيعي عندما تكون هنالك مراحل لوصول الخبر إلى خلية الإعلام الأمني، فما حصل من إعلان أن المنزل تعرض إلى ثلاث هجوم بثلاث طائرات وتم إسقاط طائرتين، ولكن الحقيقة والمؤكد لدى اللجنة التحقيقية أن المنزل تعرض إلى هجوم بطائرتين مسيرتين بعمل إرهابي، وتم قصف المنزل وتم تحديد وللشفافية نبلغ أبناء شعبنا الكريم تم تحديد مكان انطلاق الطائرتين، وعادت الطائرتين إلى المكان الذي أراده من قام بهذا العمل إلى مكان اتجاه شمال شرق بغداد، وبإذن الله سنعرض ونعلن لكم المراحل القادمة من التحقيقات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.